باش يمكن تقول لنا على المشاركة ديالك في المعارض الجاوية. بالنسبة للمشاركة، كانت مشاركة موفقة في المعرض، تلاقينا مع كتاب وسعنا المدارك ديالنا، تلاقينا مع ناس، وكان داكشي زعما مفيد يعني، كيزيد يوضحنا وكيزيدنا في العلم ديالنا وفي الثقافة، وكنتمنوا زعما يكونوا معارض بحال هادو، لأنهم معارض مهمة في مشروع الثقافة، وكنتمنى من جهة المختص أن تدعم الكتاب في المغرب. نعم، كيفاش تلقى النقاد يعني المهتمين بالحق الثقافي للرواية ديالك؟ كان واحد الصدى إيجابي للرواية، كان زعما كاين كانوا ملاحظات وزعما كل شيء كيصب في الميدان التطوير المستمر، يعني الكاتب خصو يستمع الملاحظات ويدير بعض المراجعات، لأن أي حاجة كتأدي في الآخر أن العمل المقبل يكون أفضل.